السلام عليكم تعز في العنايه المركزه منذ بدايه الحرب، هكذا تبدو المدينه وهكذا يبدو الوضع فيها على المستوى الصحي وعلى كل المستويات. مدينه تُقصف منذ ما يقارب السنوات الثلاث ويسقط فيها المدنيون والعسكريون بشكل مستمر بين قتيل وجريح. مئات الحالات من الاصابه بالاوبئه من الكوريرا مرورا بالجمره الخبيثه الى الدفتيريا. تدهور صحي لا يخفى على احد تعيشه تعز اذا. ومقابل كل هذه الصعوبات تتخلى الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية والتحالف عن المدينة المحاصرة إلا من النزر القليل والمن الكثير. قبل أيام وفي آخر استغاثات الحالمة وجه مستشفى الثورة نداء للحكومة والمنظمات الإنسانية بتوفير مواد غسيل الكلى الموشكة على النفاد والتي يستطب والتي يستطب بها قرابة 400 مريض بالفشل الكلوي فهل من مجيب؟ هل من مجيب ايضا على من يتهم الحكومه الشرعيه باهمال تلبيه احتياجات تعز خصوصا قطاعها الصحي ما هي الاحتياجات الاساسيه المطلوبه لتشغيل مستشفيات المدينه المغلقه في المحافظه وماذا عن دور المنظمات الانسانيه الدوليه في تضميد جراح المدينه المحاصره هل يوازي عملها ذلك الضجيج الاعلامي الذي يرافق ماذا عن كليه الطب في جامعه تعز هل تؤدي دورها في رفض مستشفيات المدينه النازفه بالاطباء كل هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها في هذا المساء مع ضيفي في الاستوديو عميد كليه الطب بجامعه تعز الدكتور ابو ذر الجندي اهلا بك دكتور اهلا وسهلا بكم حياكم الله اذا مشاهدينا الكرام سنتابع واياكم هذا التقرير ثم نعود للبدء بالنقاش تعز حيث يعيش مئات الالاف من المدنيين تحت حصار اصبح جزءا من يومياتهم يعاني المدنيون من ويلات الحرب إذ لا يمر اليومان أو الثلاث إلا وتقوم الميليشيا بقصف المدنيين في الأحياء السكنية موقعة قتلى وجرحى الشهداء يواريهم تراب الكرامة أما الجرحى فيبدأون رحلة عناء عادة ما تكون شاقة ومؤلمة إلى جوار آلام أجسادهم الجريحة تعاني مستشفيات تعز من عوز في المواد الطبية والكوادر فقد اضطرت معظم مستشفيات المدينة إلى إغلاق أبوابها أمام المرضى والجرحى نظرا لعدم توفر موازنات تشغيليه. قرابه 400 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت اذا لم تتدخل الحكومه او المنظمات الانسانيه بدعم مركز الكلى في المحافظه بمواد الغسيل. مستشفى الثوره وجه نداء للحكومه والمنظمات المانحه بسرعه انقاذ حياه هؤلاء المرضى قبل ان تحل الكارثه ويجد هؤلاء انفسهم امام موت محقق كما ناشدوا بانفسهم. ناشد جميع المنظمات والهيئات والاغاثات الدوليه والمحلية والحكومة أن تأتي بهذا المواد لكي يعيش هذا المريض، وإلا إنه الموت حقاً. استبشر أبناء تعز خيراً بزيارة نائب رئيس الوزراء إلى المرافق الصحية بالمحافظة قبل أسابيع، ولكنهم لم يروا طحيناً حتى الآن. جرح الجيش والمقاومة قصة أخرى أيضاً، ففي مدينة تقاوم الإنقلابيين كل يوم يسقط جرحاها ليجدوا أنفسهم محفوفين بالإهمال الطبي. مع سبق الاصرار والترصد. ثلاث سنوات من الحرب والمرض والجراح انهكت جسد الحالمة بلا سند يضمد جراحها النازفة. وسط هذا الاهمال يبرز مركز الملك سلمان كاهم داعم للقطاع الصحي في المحافظة منذ بدء الحرب، ففي الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري قدم المركز قافلة طبية محملة بمستلزمات صحية وجراحية، مقدمة لمستشفى الثورة اكبر مستشفيات المدينة. وغير بعيد عن القطاع الصحي المنهك في هذه المدينه ومن بين انقاض الحرب ورماد الدمار يشرق احد اوجه المدينه كليه الطب بتعز والتي احتفت بافتتاح مبناها الجديد كخطوه اولى في تجاوز صعوبات الحرب والظروف القاهره التي تحيط بوجه الحالمة مجدد الترحيب بكم اذا مشاهدينا الكرام كما اجدد الترحيب بضيفي الدكتور ابو ذر الجندي اهلا بك دكتور مجددا اهلا وسهلا دكتور الحديث عن الوضع الصحي عن تعز عموما بعد قرابه ثلاثه اعوام من الحرب هل يمثل فتح باب من الاوجاع بالنسبه اليك؟ الاوجاع أه مستمره ومنذ البدايه ولكن المصطلح الذي اوردتموه انتم يبدو انه شفى بالامر وهي قضيه العنايه المركزه وهو مصطلح يخصنا طبيا في العنايه المركزه هناك مريض هذا المريض لا يستطيع ان ينهض بذاته عاملان المريض والطبيب المعالج أه إن تبادر إلينا من هو الطبيب المعالج لهذا المريض الذي دخل العناية المركزة لن أتحدث في هذا اللقاء كثيرا عن الوضع الإنساني إذا كانت الحكومة اليمنية في عام 2015 قبل ثلاث سنوات أعلنتها مدينة منكوبة ماذا بعد مدينة منكوبة متفقين أن هناك وضع وهناك عناية مركزة أين هو الطبيب من الذي العناية المركزة لا تحتاج علاج من بعيد لا تحتاج علاج تحفظي تحتاج علاج مراقبة دائمة بمعنى شاشة تراقب كل دقيقة المريض الطبيب الممرض كل هؤلاء يتم مراقبته ويعطاه الدواء بالمرة من تخرج تعز من العناية المركزة في ظل غياب الطبيب المعالج هذا ما أفهمه طبيا وما تعلمناه بشكل حقيقي طيب دعنا نشخص بداية حالة تعز كيف هي الآن على مستوى طبي يعني بما يخص التشخيص للحالة تم تشخيص المرض اعتقد ما في مرض شخص بحذافيره بطبقيته بمحوريته برنينه مثل قضيه تعز حتى اصبح مملا لدى الجميع حينما أتكلم عن تعز تعز ومشاكلها يقول لك ما احنا عم فاهمين عارفين الوضع الموجود لا يشك فيها هناك ظلام هناك مشكله هناك قصة. السؤال لم يبحث ثم ماذا الخطوه الثانيه من هو الطبيب الطبيب هو الجهه المسؤوله التي ابدت قد انا ساعالج هذا المريض الطبيب هو المحافظ هو هيئه المحافظه هم الجهات المسؤولة عن هذا الجانب وهو رئيس الدولة في الحكومة الشرعية. هناك معلومة الناس تغفلها، منذ ثلاث سنوات انت تتكلم عن تعز المستشفيات الحكومية سأعددها لك الثورة، الجمهوري، العسكري لآخر مستشفى، المستشفى السويدي، منذ ثلاث سنوات وهي تحت إطار الشرعية وهي باسم المقاومة. يعني في الجانب الآخر لا يوجد أي مستشفى حكومي. الجهات الحكوميه المحافظه المرافق المكاتب الماليه ال... كلها تحت اطار المحافظه كلها تحت اطار المقام منذ ثلاث سنوات م. يجب ان نسال انفسنا ماذا تم عملها لماذا نجامل انفسنا كثيرا غياب الطبيب لن يتحسن المريض حتى ولو شخص قنوات ابدعت في التشخيص ولكننا لم نبحث عن حلول وبالتالي نحن سنورد هذه كنقاط ونوردها كل مسؤول عن هذه النقطه فهناك مريض وتشخيصه، انا اعترف اعتبرها من باب الإكرار والاطناب، انا اتكلم هذا مريض لديه القلب، صمامه يختنق، الضغط الرئوي انتهى، المريض سينتهي، المريض علاماته الحيويه تشير بقرب نهايته، بقرب نهايته، تصير اسطوانه مشروخه، ثم ماذا؟ اين العلاج واين من؟ اين العلاج واين من سيقوم به؟ بتنفيذ هذا العلاج بتنفيذ هذا العلاج من وجهه نظرك دكتور انت يعني مسؤول على قطاع صحي كنت كنت رئيس لمركز الطوارئ في مستشفى الثوره كذلك الان على راس عماده كليه الطب في جامعه تعز ما الذي يغيب على المشهد في تعز حتى تستمر المعاناه معاناه هذا المريض معاناه المدينه ولا يتم علاجه بما يخص دوري كنت مديرا لمركز الطوارئ الجراحي لمده سته اشهر في تلك الأثناء أنتجنا 600 عملية في الشهر لا أعلم ومن يريد يذكرني أن مريض لم نقم بإسعافه جراحة أعصاب قلب عمليات الدماغ المخ الأعصاب العلاج الطبيعي العظام من وإلى وفر للمريض من من بدايته إلى نهايته من بدايته ما هو السبب فريق متكامل فريق متجانس يعمل بمهنية متواصلة وبشكل تام استمرينا في هذا العمل حتى أن قالوا انتم كاطباء المستشفى كان شبه مغلق وقمتم بالدور انه بيتم تسليم هذا المستشفى لتعمل لاحقا قلنا هذا شيء طيب وممتاز ونتجه الى اعمالنا اكثر لان احنا لسنا موظفين رسميين في المستشفيات الحكوميه بشكل رئيسي انما الجامعه تختلف ككليه الطب فكان هذا دورنا وكان علاج الحالات الطوارئ وقمنا به على اكمل وجه لم اقم به شخصيا وانما قام به فريق متكامل متكون من ابناء مستشفى الثوره كموظفين ومن القطاع الخاص اللي كانت دولي وبقية المستشفيات كاملة موجود وهذا الفريق المتجانس حقق وحده وحققنا رقم أنت ما تكلم 600 عملية 20 عملية في اليوم هذا رقم حقيقي هذا رقم موجود يعني ما تكلم بهذا الكم 24 ساعة لا أعلم يوم أنه انقطعت كهرباء لا أعلم يوم أنه قل علاج على مريض في ظل حصار حقيقي في تلك الأثناء تحاصرت المدينة كاملة بعدها انفتح يعني بعدن فأعتقد أن وجود الفريق الكامل وجود النيه الخالصه لله سبحانه وتعالى، وانه هذا واجب يجب ان اؤديه، ثم التجانس والابتعاد عن الافه المقيته الموجوده الحزبيه، وفهم طرف عن طرف، هذا الذي يضرب العمل بشكل اساسي في ذلك. هل ضرب العمل الان بالنسبه للجانب الصحي؟ اكيد. ما مظاهر ذلك؟ مظاهر ذلك الان هناك مستشفيات تجدها مغلقه، واحد يقول لك لا، طيب المدير غير موجود. يقول لك لا ما تصدر له، ممكن لانه الحزب الفلاني بيزعل. الحزب الفلاني، الكلام هذا كلام نس... نعده كلام نوع من العت... الجنون، نوع من المرضى تموت وانت تقول لي مش لن لن تنتجه، اثنين كم عدد جرحى تعز؟ 500 جريح ابشرك هيئه مستشفى الثوره في تعز 600 سرير الهيئه الفعليه تعمل الان يعني بجهود جباره في الموجودين ب 200 سرير مركز سلمان مع من يتعاقد؟ يتعاقد مع مستشفيات خاصه سعتها 25 سرير يعني ربع ما يصرف في مركز سلمان ربع وهذه معلومه اقولها عن خبره وعن اداره مارستها كان يمكن ان تشتغل به مستشفى الثوره وتستوعب هؤلاء الجرحى وما شاكلهم ولا. ما هو السبب؟ تباينات الاراء عدم اتخاذ قرار واحد لماذا تدعم هذه وتترك الشيء اللي فيه سعه وبنيه تحتيه هناك من يتحدث احيانا عن اجنده هناك من يتحدث احيانا عن يعني انت الان تنقل ان هناك ضعف التواصل ربما ام حزبيه ام انا اعتقد انه مشكله تعز لم تخرج حتى الان حقيقه من مفهوم يسمى الحزبيه وهذا مرض قاتل يؤرقنا كثيرا مشكله اليمن ايضا يا اخي انت الان في حاله حرب انت في حاله حصار عام على بلد وعلى على مدينه بشكل رئيسي هناك قصف هناك لماذا تتكلم عن مفاهيم تشتت ولا توحد تجعل الاطراف ولا و ولا تعطيك وضوح في الرؤيه فانا اتكلم عن هذه موجوده في صناع القرار الموجودين اما هل تستطيع ام لا تستطيع انا قاعدتي اؤمن بالمثل الروسي الذي درسته هناك الذي يقول من يريد يوجد الامكانيات ومن لا يريد يوجد الاعذار الذي ذكرتها الاجنده يتامرون قصروا ان نتجه للخارج وننسى امراضنا لدينا مرضنا فينا انفسنا نشترك مع الاخر هذا ما اعتقد. طيب الان يعني قبل فتره زار وفد حكومي مدينه تعز هل اثمر يعني هل من من الممكن الحديث على ان هذه زياره مثمره تراها؟ ما يخص اثارها لا استطيع لاننا منذ شهر هنا لعلاج الوالده ولكن مجيء الزياره اكيد هذه الزياره احرقت القيادات احرقت الغير موجودين السلطه المحليه طبعا السلطه المحليه نعم م. بالفعل انا تكلمت عن الطبيب الذي يعالج المريض في العنايه المركزه غير موجود. مستحيل ان تعالجه، المريض الذي تعالجه في التلفون مريض الذي حمى وليس مريض منهك تعبان، هذا المريض يحتاج ان تبقى بجواره 24 ساعه، اذا لم تستطع سبب او اخر حاول الا أن, ان تستبدله بطبيب اخر تجد لك حلول، وجود الكل صور تعز على انها كهف، على انه هذا نفق مظلم، على انه اللي يدخله لا يخرجه. وهذا غير صحيح كلنا نعيش هناك نحتاج اذا لصوره اوضح منك حول نعم. تعز الان ما هي الجوانب التي يجب العمل عليها بناء على يعني زياره الحكومه الوفد الحكومي الى المدينه نحو تطوير اكثر في سياق حلول الوفد الحكومي بزيارته كسر قاعده ان تعز الذي يدخلها مشاكل وفوضى وقتل والى اخره وبقى اسبوعين وزار كل مدينه تعز وخرج سليما لم يحدث اي مشكله لهذا الوفد الحكومي الذي زار هذه مهمته طمن الناس ان هناك تواصل اوجد الموجود عليك ان تستمر فيما طرحه من نقاط، هذا الذي استطيع ان اقوله، ان لم تحصل استمرار اكيد انه بالاخير ستعود النقطة انه لم يفعل شيء، هو ادى دوره. هو ليس مسؤولا عن مدينة تعز. نقول لهم شكرا، دخلتم المدينة، أعطيتم الأمل، وضحتم الصورة للعالم كامل، إذا الآن على الرئاسة أن تبدأ في اتخاذ قرارات. يا أخي هذه محافظة الآن المدنيين يكاد يعني يتعبون، لا ماء، لا كهرباء، لا رواتب، لا كله لا ثم ماذا؟ ثلاث سنوات وانت تقتل هؤلاء المدنيين، الى اين تتجه؟ فليتق الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نحن مسؤولين ان لم ننقد هذا الشيء ونبدا في نقده ايه لا خير فينا. اذا كنا نتحقق بالنظام القادم ونقول و و الى اخره، ثم ان تاتيت بالبديل الأسوأ هذه مشكله طامه. فنبدا ننقد ذاتنا. اين انت؟ محافظ المسؤول عن فلان، المسؤول انا ما هو مسؤول عني الان؟ مسؤول عن عماده كليه الطب، واجبي ان ابقى انا ابقى فيها 24 ساعه، افكر فيها 24 ساعه، اوجد 24 ساعه، اتيها من وقتي، من, من لي انا وفريق عملي، والا استقيل هو اشرف لك، سياتي من بعدك لست المخول، وكذا كل مسؤول في تعز عليه أن يراجع نفسه. لكن يعني المحافظ استقال ورئيس الجمهوريه أه لم يقبل هذه الاستقاله. انا ما بناقش الامر سياسيا بالنسبه انا فاهم لكن انا اريد طيب. ان اتحدث على انه قام بهذه الخطوه. انا نتكلم اتكلم الان اما ان تستطيع ان تبقى في داخل المدينه او تترك. انا اعز المحافظ كثيرا وتربطنا علاقات رائعه معه. انا دائما اقول مثل امي اطيب انسانه ولكن لا اسلمها مريضي لجراحه القلب. لانها لن لا تستطيع ان تنتجه يعني فحدد الرجل طيب لكن اذا لم يكون موجود داخل المدينه وبشكل رئيسي في الاخير لن ينتج عمل سينتج هذا الفوضى الموجوده ستظل تدندن أنها, انها 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 ثم ماذا الناس يريدون عملا يعني اذا استرسلت في هذا الامر ونقلت من تجربتنا خذ مثال جامعه تعز ثلاثين الف طالب لماذا كل هذا ابدا الناس افضل الناس الطلاب الطالب يأتي ويحضر في القصف يحضر في الصباح ويحضر ويتابع الجديد ثم ماذا؟ يدعم الكلية نفقة الخاصة هي التي تسر الجامعة كاملة ثم خلاصة هذا الأمر من أين يأتي؟ رئاسة الجامعة لنشد بحاجة اسمها الدكتور محمد الشعيبي من أين هو؟ هو من مدينة الضالع يعني جنوب اليمن اللي نحن نقول لا يمكن دخول تعز من أبت. الرجل ليل نهار داخل المدينة تحبه المدينة كاملة يعمل بشكل دؤوب 12 الليل نلتقي نلتقي سبعة الصباح، نلتقي الظهر، لا نتكلم مع احد، نيابه رئاسه الجامعه تكلم عن الدكتور مهيب البحيري نائب شؤون الطلاب سابقا وعميد كليه العلوم، ثم تكلم عن الدكتور خالد الوصابي من دمار مع الطلاب ودائما اذا الصوره التي تنقل في الاعلام غير صحيحه. الكل يبرر خطاه ان المدينه ولا يمكن ولا يمكن، يمكن اذا انت لا تستطيع اترك المجال. تحدثت عن الصوره التي ينقلها الاعلام وقبل قليل لا تريد تشخيص الامر في تعز لانه شخص كثيرا هل شخص كثيرا بشكل خاطئ ام بولغ في تشخيص ما يحدث في المريض يتالم تعز لديها معاناه شديده كمواطنين هذه لا شك فيها وقلت لن نخوض فيه لانها حقيقه هذا اللي قلت ما سببها هنا كل يفسر على ما هو عليه الاخر يلقي باللوم على التحالف الثاني يقول لك لا معطونا الرابع الجمعيه الثالث المنظمات ثم أنت نحن أبناء تعز ماذا نستطيع أن نقدم نستطيع كلٌ في مجال مسؤوليته يتحمل المسؤولية علينا أن نخلق دورات وعي طيب حتى يعني أكون أكثر تحديدا دكتور ولا أطلب أن تذكر أسماء يعني إذا كان ذلك يسبب حرج أو ما شابه لكن أريد نموذج لدعم تعز من أهل تعز نموذج نجاح يحتذى به حتى ننقل أكثر جانبا متفائلا جانبا يمكن أن يقول أن هناك حل إذا ما أردنا صناعة هذا الحل ذكرت لك قبل قليل جامعة تعز اللي هي المؤسسة اللي نعمل فيها ثلاثين ألف طالب مداوم ومسجل في هذه الجامعة يأتون الجامعة الساعة السابعة صباحا ويخرجون متى الساعة الثانية يدرسون في الباوربوينت في الكهرباء بالمعامل يحاولون أن يجدون حل السنة الأولى درسوا كاملا وامتحنون في مواقته كانت امتحانات قبول هذه هذه نموذج عملي حقيقي يخص فريق عمل متكامل متجانس هذا الفريق عمل بمهنية ما وراء هذا الفريق معاناة وعمل واتصالات وبقاء ومتابعة الطلاب هؤلاء هم الأطباء العاملون الآن في المستشفيات والمراكز الفعالة أيضا هذا قصة من قصص النجاح الموجودة وإن كانت محدودة عندما نتكلم عن جامعة تاس نتكلم عن كم هائل ونقول ولنا الحمد لله الشرف أن نكون أحد المشاركين في هذا في هذا الدعم فهذا هذا مثل الجامعه كانت مغلقه الجامعه كان فيها ثكنه عسكريه من سابقا للحوثيين والان تعال لها وصورها طلاب ندوات اجتماعات محاضرات نقاشات علميه مؤتمرات ورش عمل لماذا يتم هذا الزخم وخليه نحل متكامله بينما بقيه المكاتب الحكوميه لا تكاد تجد ما هو السبب؟ وجود قياده حكيمه وطلاب أشد نشاطا، هذا هو السبب، تكامل هؤلاء الاثنين والإخلاص والمهنية شيء رائع، نحن كان عندنا في البوابة من سابقا من كل أطراف المقاومة. من كل أطراف المقاومة هم حراسة لنا، ما حدث أي اشتباكات معهم، ما حدث أي مشاكل، الكل يحييك ويبدل لأنك تعمل. بينما في الأخر ينتظر من الأخر أنه يعطي ميزانية، نحن ما انتظرنا الميزانية، ميزانية الجامعة اللي كانت توصل 3 مليار موقفة منذ ثلاث سنوات، إيجاد بدائل، البدائل هي الطالب كنفقة خاصه البدائل هو من القطاع الخاص البدائل الحكومي مع الاسف الشديد حينما اتواصل مع جميع المنظمات وهذه رساله عن طريقكم يا اخي عندنا برنامج ماجستير الان في الجراحه في الباطنه لدينا برنامج في 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 نحتاج الى دعمه لانه هو الذي سيعالج المريض يقول لك انا علم ما ادعمش منظمه كامله انا ادعم الجانب الاغاثي الانساني اين الاغاثه الانساني الذي تحقق انك دعمه اذا من يحاور هؤلاء قد لا يكون بالقدر المطلوب قد لا يتابعهم بالوقت قد لا يقنعهم قد لا يجد التواصل هذه على قيادة المحافظة ورئاسة المحافظة أن تدقق وتراجع الأمر كثيرا مع نفسها طيب دعنا يعني, يعني من وجهة نظرك دكتور نتحدث عن أهم الجوانب التي تسببت في ما يمكن أن يوصف بالفشل من الناحية الإدارية في المحافظة هل لنا أن نوصف ذلك؟ هل نعم نعم هذا فشل من لا يناقش مشكلته لن يتخلص منها المريض الذي دائما عندنا يقول انا صحيح وهو تعبان يحتاج مرحله لاقناعه بالمرض ثم لاقناعه باهميه الذهاب للطبيب ثم عندنا مشكله وفشل اداري من لا يقول ذلك هذه الصوره المعبره اذا كانت تكلم الان عن مركز الفشل الكلوي يمكن للمره العاشره وهم ينادون نفس الاغاثه يا اخي فقدت الثقه فعندك فشل اداري ذريع هذا الفشل الإداري, الاداري على قياده المحافظه ان تجتمع كمحافظ ووكلاء المحافظين ونوابهم ويدرسون الاسباب ويتخذون القرارات المناسبه، وين الخلل ويتجهون، بعيدا عن ماذا؟ بعيدا عن الحزبيه المقيته، الا قاتل الله الحزبيه في هذا الوقت؟ على كل حزب الان ان يظهر برباطه قش، ان يطمن الناس، اذهب الى الشارع يقول لك انا اكره شيء اسمه حزبيه، مفهوم الحزبيه خاطئ الموجود محاصصات ما هي المحاصصات هذه؟ ليست مشاريع وانما محاصصات محاصصات تماما، تكاد تكد لا تكد، كلهم ولا تستثني حد. من يستثني هو خاطئ، ما دام عندك مشكلة كلهم في المشكلة مشكلة، قادة الأحزاب تعالوا ادمجوا أنفسكم في بعض، انسوا الآن جنبوا حاجة اسمها حزبية، الشعب يحتاج، المواطن يريدك، اعمل من أجل المحافظة والوطن، لا تعمل من أجل شيء اسمه حزبية، ما هي الحزبية الآن؟ هي نوع من أنواع التطوير، نوع من أنواع النمط في اختلاف التفكير، أنت الآن ما عندك خلاف تفكير، هدفك مواطن وهدفك إيجاد خدمات أساسية، لماذا الحلول تنشغل الحلول؟ وبالتالي هذا هذه هي مشكلة تعز. إذا كان يعني نسلطها نسلطها هي إيه هذه المشكلة رقم واحد قضية الحزبية التي طغت فيها موجود، فئات حزبية، فئوية، مقاومات، فصائل، غير صحيح. طالما أن الهدف جميع يجب أن يكون العمل واحد بتناغم جسدي، إذا لم يتناغم الجسد لن يكون، من يستطيع أن يلوم هؤلاء؟ الرأس الكبير. في ظل وجودها سترى الجسد كله يعمل لوحده. في القلب المفتوح صمام واحد حينما يسرب في البطين الايمن ترى المريض وقد انتفخ كل جسمه واعضائه ولا يستطيع الحراك مع انه اجسامه كله كويسه يعني الطاقه البشريه موجوده عنده لكن هناك خلل رئيسي بحاجه الى تشخيصه واصلاحه وهذه ما, ما, ما نستطيع من خلالكم ان نقول لهم يكفي وكلما سرعنا ربما بالوصول كلما سرعت كلما الحقد قبل ما يتفاقم المرض. طيب هل يعني تتحرك الجهات الحكوميه برؤيه آنيه وليست استراتيجيه؟ الظاهر ما ما, ما يقول هذا الشيء انه شغل الطوارئ متى ما حدثت مشكله والفشل كلوي انقطع ومات مريضين يعني نحن وصلنا الى هذا الرخص يتوجب ميزانية لماذا لا تأتي الميزانيه من قبل؟ لماذا لا تجمع من فعال من جهات الخاصه؟ لماذا لا يجمع من الحكومات من المنظمات؟ شيء ثابت. هذا مهمة قبل أن يموت اثنين ثلاثة مرضى قبل أن ينطفئ المركز قبل أن يغادر الأطباء لأنه لا يجد ما يأكل قبل أن يغادر أعضاء هيئة التدريس فالاستراتيجية معدومة تماما مرحبا ما عن استراتيجية عشر سنوات أنت استراتيجية سنوية ممكن تعمل خطة خمسية أقله هذا الشهرين هذا ستة أشهر تحتاج إلى ناس ثابتة إلى دماغ وإدارة هي التي تفكر وتعطي هذه الأبعاد وتطمن الجميع من حوله وتعمل مهنية حيادية تامة هذا هو الموجود طيب دعنا نعود إلى الى مستوى الوضع الصحي الى المستشفيات الان ربما اغلب المستشفيات اعلنت اغلاقها ومعظمها معظمها كيف يمكن ان تعود هذه المستشفيات الان هذه المستشفيات لم تغلق هي علقت العمل موجودة موجود الحجم موجود كاسره الاطباء موجودون ايضا يعني بحكم تواجدهم في المدينه ولكن هم يقول لك لم يعني ننادي ننادي يعني احنا يعني نشيد بالدكاتره الذين يعملون نشيد بنائب وكيل المحافظ للشؤون الصحيه الدكتوره ايلان مدراء المستشفيات الدكتور احمد نعم مدير مكتب الصحه الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير الجمهوري مدير أم. السويدي هؤلاء شغالون موجودين لكن يقول لك حاليا انا لا اجد نفقه تسيير للمولد لا اجد نفقه للممرض ما يجدش حق المواصلات لك ميزانيه معدومه ونتلقى وعود فقط وهذه الوعود إن جاءت لشهر وتتوقف فيصاب بالإحباط بالحرج أمام الجميع وبالتالي يعمل على تعليقه إذا بحاجة أنت إلى شخص يدير موارد المدينة يدير يجد التواصل مع الدولة ويوجد الحلول لا, لا يمكن أن نغطي مشاكلنا الحلقة المفقودة هي هنا طيب دكتور سنستمر في هذا الحوار لكن قبل ذلك سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام أرجو أن تتفضلوا بالبقاء لم يبق خبث فيه الا طالها ماذا تبقى في يديه حيالها ذاك الذي ليس جديدا قبحه حمل الجرائم كلها واتى لها وهو الذي يدري بان عبوره لا لن يكون بقتله اطفالها اطفالنا ليسوا حصون عزنا افلا ازحت ان استطعت جبالها يا انت يا من لست شيئا انها لا شيء يعلو اهلها فينالها من جردتك من المنام وان غفوت فزعت حين رايتها ورجالها من زعمتك من زعمتك ويوم شاءت اسقطتك وليس راسك ميتا الا لها اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني اجدد الترحيب بضيفي هنا الدكتور ابو ذر الجندي عميد كليه الطب في جامعه تعز اهلا بك دكتور مجددا اهلا وسهلا بكم حياكم الله اذا دكتور الان في زياره الوفد الحكومي الاخيره نائب رئيس الوزراء وزير الخدمه المدنيه الذي كان على راس الوفد قام بعدد من الـ 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 الاشياء ساخذ يعني أخذ الجوانب ما يتعلق بالصحه وربما بالتعليم ايضا زار افتتح مركز جراحه العظام في مستشفى الثوره بتعز زار مستشفى خليفه وفرع جامعه تعز بالتربه وان كان خارج المدينه يلتقي مسؤول مكتبه اللجنه الدوليه الصليب الاحمر وكذلك يوجه باخلاء المدارس وتسليمها للجهات المختصه يناقش الوضع الصحي ويشكل لجنه طبيه للجرحى بتعز من ضمن هذه العناوين ايه اي أيوه هذه العناوين هي الاهم كانت كلها مهمه وفعل الذي عليه باقي على البناء المحافظة وقيادة المحافظة الذي استمرار فيها كلها عاجل ومهم لا تستثني شيئا شيء طيب بالنسبة للجرحى وهو ملف ربما أحد الملفات العاجلة وأحد الملفات التي تؤثر أيضا على صورة الشرعية وصورة اهتمام الشرعية بمن يقاتل لأجل مشروع الدولة في اليمن فيما يتعلق بجرحة تعز على وجه التحديد هناك أرقام تتحدث عن ألف الجرحى هل هناك تقصير تجاه الجرحى من قبل لا اتحدث عن الجهات الحكوميه تحدثنا عن تقصير لكن من قبل مثلا مركز الملك سلمان او الجهات الاغاثيه والمنظمات الدوليه. الجهات الاغاثيه دائما تحتاج الداخل ان يضع لها وان يتواصل معها. الداخل حاليا حينما يضع ثم يتابع هي تقوم تعمل بموجب الداخل، الداخل ما يضعش له نحن حينما نتكلم. هناك لجنه عليا الإغاثة لكن هذه اللجنه العليا للاغاثه تستقي معلوماتها لا اعلم من اين، لاننا نتائجها من نلمسهاش. فلذلك يوجه السؤال لهم، هل يستلمون دعم؟ نحن ما نلقيت الشيء الكثير اللي نتكلم عنه قياسا بحجم المشكله. واحد. اثنين الناس المختصين، يعني حقيقه لا اعلم كيف يتم الرفع. انا فوجئت انا هنا منذ شهر. كما قلت لعلاج مم. والدتي. وفاجئ ان اسمي من ضمن اللجنه التي تشرف على الجرحى. يعني مفاجاه. فعلمت كيف يعني قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنه الإشراف عليها اسمي من ضمن هذه الاسماء. طب هل سُئلت؟ ماذا ساقدم في هذا الجانب؟ ما هي أرى أنا؟ ايش الموجود؟ ما لم يتم. هل توبعت الان؟ ارى اسم من الذي وضع هذا الاسم؟ انا حاليا خارج سأعود مثلا بعد شهر حسب برنامجي وانهاء الفتره العلاجيه. طيب الى اين نصل؟ ما يتم هو عباره عن رسميات وهذه الرسميات التي قتلت الناس. ننادي اتقوا الله جميع القيادات الموجودة لنتقي الله سبحانه وتعالى أخي ارفع الصح جيب من هو جاهز الجرحى يحتاجون إلى برنامج توعية رفعناه لجهاتهم المعنية هناك الكثير الآن من الجرحى لم يعد جريح وهو لا يفهم هذا الشيء صار مقعدا هؤلاء معاق إلى الآن لم أسمع اسم أنا طرحتها ثلاث مرات ولا تدري يعني من طرحنا مدير مكتب الصحة طرحناها للجهات المحافظ حاجة اسمها معاقين بعد مرور ثلاث سنوات لا يسمى جريح بكل المناطق المريض يسمي نفسه جريح ونحن وقنوات الاعلام نسترسل باسم جريح هو الان معاق ما معنى معاق صار شلل نصفي شلل رباعي هذا ماذا يحتاج؟ من الخطأ الذي يدار ان ترفع هذه الاسماء المراكز والاغاثه تسفرهم الذي تستفيد تلك الدول تاخذ وفي الاخير يقول لك ماذا ارسلت لي؟ لم ترسل شيء نقل وعود ورجع بدون اشراف حقيقي وتقسيم حقيقي وهو معاق هذا المعاق يحتاج الى ماذا ان توجد له بدائل ان توجد له اول شيء توعيه ان اصابتك هذه لست الذي في امريكا الذي في المانيا الذي في الدول هو زيك مقعد وتوري له الصور سيقتنع اسرته ثم توفر له ما يعوله ثم توفر بعد ذلك طبيب نفسي واخصائي اجتماعي وباحث لينتقل بوظيفته سواء على الكمبيوتر يترك الموشي يكون لديه جهاز متحرك خيرا من ان تنفق الدولارات التي تاتي كاغاثه في تسفير هؤلاء وهناك جرحى يحتاجون طيب انا وجدت بعضهم لديهم قرارات تسال الطبيب ال الذي كتب له القرار لماذا تكتب له هذا قال انا تحت السلاح الكل يقول لي ليش حرمتنا هي الفرصه الوحيده يعني هناك يعني هناك مسؤوليه ايضا على اهالي تعز او طبعا الجرحى و الجهه الامنيه واهاليهم الجهه الامنيه وقياده المقاومات يجب ان يكونوا فاعلين في هذا الجانب قياده المقاومات تجتمع تنسى الفصائل والله طالما هم في فصائل لن ينتصروا ولن يتم التحرر، انا اسمي هنا جريح ابن مدينه وكلنا نتجه في هذا الشيء، ليس لفصيل معين ولفئه معينه ولاخره، لانه الكل طامه للجميع، فبالتالي حينما ينسون هذا الجزئيه سينتقلون اكثر واكثر للامام، ماذا نحتاج؟ واحد اثنين ثلاثه، من تقوم بحمايه هذه اللجنه؟ جميع الفصائل المفروض. ولكن تقول لا والله احرقني، جاء علي، ما, ما ما يصير هذا الشيء في المهنيه، انا تعرضت لاحراقات كثير، تخصصي لا يحتاج لي لانه نزيف كجراحه اوعيه او صدر او قلب، مباشره اما تعملوا العمليه يعيش او لا اذكر اني كتبت تقرير لمريض انه يحتاج السفر للخارج، تعرضت لمئات الضغوطات من جهات اقول له والله يا اخي لو انطبقت السماء على الارض لن اكتب لمريضك، لانه لا يحتاج. يعني نحن بحاجة إلى مهنية كبيرة أمام هذا الوضع الإنساني الصعب أيضا نعم هذا ما يعني هناك مع معاناة إنسانية وهناك تعاطف إنساني لكن المسؤولية تعني أن نأخذ بالمهنية أكبر بالضبط مهنية وحيادية وأنه ما تأخذش هذا علم أن الفرصة التي تذهب على الجريح الواحدة هذه يعني تحرمه كثير تحرم إنسان محتاج أنا أفهم وضعك الإهمال في الجانب الآخر عدم وجود إلى الآن نحن نسمع هيئة الجرحى منظمات الجرحى حقا ما اسمعش كثير الاعاقه الاصابات الدائمه، الاعاقه الدائمه، افراد جمعيه لهم، افراد لجنه، انا طرحتها كتابيا للجهات التي الل مسؤوله، انه هؤلاء الان بحاجه الى هذا الشيء جمعيه دائمه وتفقده، اذا وجد لن يذهب، لانه يرى الاغاثه الوحيده انه يكون جريح ويسافر. هو مسكين ايضا، شاب وفقد اطرافه، شاب وصار شلل رباعي، والدته، قروح الفراش التي الاعلام احيانا يورينا قروح فراش. يقول لك شوف جروحه كيف اهملت هذه قروح فراش لانه فقد الاحساس كموجود فيها ماذا يحتاج؟ كان يحتاج توعيه لقريبه لاخوه للمرافقين معه انه يوميا كيف يتم تقليبه وهذه الامور كلها لا يعني لا يتم الاخذ بها لا يتم انا الموضوع. كنت مدير مركز طوارئ جراحي ورفعت بهذا الشيء انه ما يخص جراحه الاعصاب ما يتم خطا كبير ورفعنا ميزانيه لاثنين ممرضين واربعه لمتابعه هذه الجراحه قالوا هذا كثير طبعا على اساس يتابعوا مرضى الاعصاب بتقليبهم يعملوا جانب توعوي وتعاقدنا مع استشاري اطباء نفسي قالوا انت اسرفتم في هذا الجانب قلت يا اخي انت تنظر للانيه النظره البعديه ما عندكش يقول لك انا محدود هنا ايضا نعيد المساله على قاده المقاومه قاده الموجودين قاده الاحزاب المحافظه هذا الطبقه الاولى هؤلاء هم صناع القرار نحن ما نعمله نحقق كناس مسؤولين عن يعني جانب مهني لكن لا نستطيع ان نخطو خطوات كبيره في ظل عدم استراتيجيه، عدم مهنيه، ما ادري هل هو القات؟ لكن ايضا ربما سنعود الى القات لكن ربما ايضا يعني من يعمل بمهنيه يعمل بصمت، لا يذهب الى وسائل الاعلام، يعني انتم الان هنا صحيح باستديو القناه لكن ليست لكم واقصد يعني من يعمل بمهنيه ليس له كثيرا خروج على وسائل الإعلام هل هناك أيضا مسؤولية من, من ناحية أن من يرى خطأ في تعاطي معين في, في مسألة تعاطي الحزبية مسألة تضخيم الأمور ولا يتحدث عن أيضا يتحمل مسؤولية في ذلك الحقيقة صناع القرار كما قلت هم الذين يتحدثون مع القنوات الرسمية ولا نحن نوثق كل أعمالنا كفريق سواء مركز طوارئ سواء مستشفيات سواء في الجامعة فريق لا يوجد شخص فلان المات الأمام إنما فريق متكامل والفريق هذا دائما تجدهم من الشباب، تجدهم من الاطباء، يعني من الطلاب، الفريق متكامل كلهم موثق وموجود دائما نعرضه، لكن من الذي يوصل الاكثر؟ اكيد دائما صناع القرار، اصحاب المسؤولية الاكبر، هو الذي يقوم بايصال هذا المشروع للاخرين، وهم الذين يجب ان يسالوا من قبلكم. انا انتقل إلى نقطة حساسة جدا، الإعلام الهادف أيضا. الإعلام الآن يبحث عن الكوارث. يبحث عن ما هو موجود يبحث عن تصوير الامر اجتمعت مع الاعلاميين قلت لهم انتم تقتلون تعز قبل ان تقتل بالقذائف اعلامنا هو الذي يقتل كل الموجود تمت القذف تم طيب اعطي جانب مشرق قل فتح مطعم قل فتحت مكان بترول لتعبئه السيارات صور السيارات والزحمه موجوده في الظهر صور الاشياء المشرقه حتى تشجع الناس في العوده العوده هي التي تساعد أنا. خلي التاجر ايضا يشعر بالامان سلط الامور وين الخطا هذا لا تجد هذا الاعلام المهني الحقيقي التي يبحث عن هذه الاشياء الكل يبحث عن الاشياء قذيفه بترت الناس حتى صارت يعني شيء ممل مره كوليرا مره البعوض مره الدفتري ثم ماذا يعني دائما نبكي على اللبن المسكوب وحدثات 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 ثم ماذا هذه قلها لتنتقل الفتره الثانيه الزباله الموجوده انا والله تفاجات كثيرا وندمت وحزنت حين رايت الصليب الاحمر يقوم بتبني مشروع الزباله يا اخي ابناء المواطن ربما هم اولى بذلك الصليب الاحمر المفروض عنده مهام عاليه الزباله او النا... كل يشيلها من امام بيته قدر المستطاع كيف بيتحقق هذه التوعيه خذ مثلا في روسيا ما يسمونه الكابوسنيك يطلع البروفيسور وينزل رئيس الوزراء ورئيس الجمهور كله يشيل قمامته حتى الكل يستحي نموذج نموذجا معينا، فحاجه اذا قياده الصف الاول ان تشيل، نحن في كليه الطب نخرج جنبها نحاول نعمل نموذج نظف، فصارت نظيفه الى لكن يومها. في المقابل عندما من يفكر بمثل هكذا عمل قد يجابه بضغوط مثل ما تفضلت بذلك، ان ليست المساله اولويه الان لهذه الاشياء بل الاولويه للتعامل مع الملفات الانيه. قسم مهامك، اشتغل على مستوى هذه، سواء القمامه، ثم يشتغل على مستوى المهمة الأولى والأولى لديك الإمكانية قسمها وستجد أنه كلها أولوية لأنه من يأتي بالبعوض من يأتي بالدفترية هي القمامة تبحث تبحث المصدر هنا عمل حملة توعوية تخرج المثقفين المدينة وقاداتها وأمورك في الشوارع يعني أنت بتمضغ القات أربع ساعات في اليوم ما تقدر تشيل القمامة بخمس دقائق صال البياع عمل حملة توعوية توعية نحتاج إلى هذا التعليم لا نفقد التعليم حتى في ظل الحرب هذا ما امنا فيه. شعار واحد كان سبب لنجاحنا اذا سالت الى جانب القياده والطلاب ان توقد شمعه خير من ان تلعن الظلام كيف فعلتم ذلك في كليه الطب؟ في كليه الطب كنموذج معين، جئنا المبنى هو في حصار مع الحوثيين ومستولين عليه. ما ما غردنا كثير اخذوا وحاصروا والى اخره. طيب هناك حاجه، هناك طل... اطباء في داخل المدينه وهناك طلاب ايضا خارج المدينه في مدينه اب، تعاملنا مع الحدث بمهنيه. أنا ما لي علاقة، أرسل رسالة الموجود وزير التعليم سواء كان حوثي سواء كان في الطرف الآخر، أنا الآن مع الطلبة أعمل، أعمل بمهنية، وأعلنتها أمام الجميع، لو لدي طالب في تعز يدرس في صعدة لذهبت ودرسته. هذا الطالب، أنا أمنع حاجة اسمها علي عبد الله صالح، اسمها عبد في أثناء التدريس، ممنوع، أنت جيت تدرس، أنت طالب طب. عليك أن تتعامل بمهنية تامة. انت تخدم كل الجرحى ولو كان من قاده الفئه التي تضرب علينا وراينا ينزف هذا قسم طبي وانا قمت بعلاجهم في بدايه الحرب حينما كان بدايه الحرب ونعمل واقولها للجميع لا يمكن اترك انسان ينزف هذا جانب انساني على الناس فقمنا بهذا العمل ثم ماذا قلنا قلنا هل هل نبكي اجتمعنا هكذا من اجتمع دكاتره الجامعه نوابها قيادة رئيس الجامعه نيابه رئيس الجامعه ايش اللي نقدر نعمله؟ هناك مركز ابحاث لم يشتغل ومضروب، قمنا بتشطيبه وجلسنا على الارض على التراب جميعنا، ليس واحد ولا اثنين الكل. احنا ما كنا نعود وثيابنا متسخه وكل تراب من الجلسه، سألنا في البيت ايش المشكله؟ قلنا ان شاء الله ستحل. موجودون في الحدث، طالما انت موجود ستصل، الله سبحانه وتعالى لا يمكن يغلقها. انت الذي تغلقها. فشافنا أن احنا انا وكيل المحافظه وانا اشكر جهوده رشاد الاكحلي. والذي اول من تبنى الموضوع. قال جالسين بهذا الشكل راح هو نفسه يبحث عن مصدر يدعم بمليون ونص ريال. قلت له والله نشكرك يعني و... وهذا متواجد وكيل المحافظ متواجد في ميدي... في محافظته، نراه موجود، ثم بعد تعامل المحافظ ويحفظ له بشك... بشكره، ثم القطاع الخاص جاء بعد ثلاثه اشهر تكون مبنى وكان لدينا كهرباء وانترنت وقاعات ثم عملنا النظام الالي الشامل هذه كلها حطها رئيس الجامعة قال لديكم هذه الأهداف رسم المسارات كل يوم يعقب لو وصلتم وعملنا لقنا بالنت وتواصلنا بعدها قلنا الحمد لله حققنا نجاح بدأنا نقول لماذا لا نتوسع توسعنا برنامج أقسام أخرى طب الأسنان الصيدلة وافتتحت هذه الأقسام منذ 17 سنة لم تفتح ثم فكرنا ماذا نفيد المدينة لم تفتح والمدينة كانت في وضع وميزانية 3 مليار ريال موجودة لم تفتح في لأنه لم تكن هناك إرادة حينما لا توجد لماذا لا يتحدث يعني لماذا لم تطلب او تتواصل مع وسائل الاعلام للحديث عن هذه النماذج ايضا بالحقيقه نحن اثناء العمل الاولي لنا سنة الان لا نحب كثير من الاعلام حاليا الان نخرج نقول لهم والله ممكن هدفنا انه كما سئل فولتير في الثوره الفرنسيه انه لماذا انت تتكلم لوحدك وتصدر كتب قال ساسلط ضوءا على هذا الظلام ومن ثم ضوء وضوء وضوء ضوء فتشتعل المدينه الهدف من وراء جامعة تعز كلية الطب بشكل رئيسي تسليط الضوء هذه كانت رؤية كل قيادة جامعة تعز وطلابها خلونا نقول للناس نحن لم نموت نحن لسنا ما يصور في الإعلام نحن تعز موجودين نحن لسنا مقاتلين فقط نحن مدنيين وأطباء ومهندسين وكل أقسام الجامعة وآداب وترى الكل يرسم ومبدعين ولدينا من المسابقات سواء بالشطرنج سواء بالكرة نحن لسنا ما نصور له هذا كانت رسالتنا العملية الحمد لله أنه نجحنا بقينا نقول كيف نخدم المستشفيات في سؤالك نخدمها عن طريق برنامج الماجستير ماجستير الباطنة ماجستير الجراحة رفعنا للقيادة تسلمونا مستشفى جامعي إلى اليوم لم يسلم لنا هذا ما يؤلم أنه تصل إلى مرحلة ما تستطيعش تتجاوز اللي بعدها نريد مستشفى جامعي لكلية الطب لها 17 سنة حتى يومنا الحالي لا يستطيع أن يتخذوا قرار بتسليم او تجهيز مستشفى تتبع الجامعه لماذا لماذا نغطي على انفسنا لذات الاسباب الحزبيه لذات الاسباب الحزبيه والله واحد يقول لي والله الحزب يزعل الفلان انا حينما اسمع هذا الشيء حقيقه انفعل اقول تفكرون بهذا الجانب نحن في هذا الوضع الطرف الاخر بيزعل الطرف الثالث بيمشي الطرف يعني حقيقه ولذلك الان اجهز كل شيء انتهت الاعداد بدائل معينه اقول مع هذه القيادات لا يمكن ان تعمل صعب وهي اصدر القرار عليك ان تبني تبني من الداخل وحتى يفتى الله سبحانه وتعالى اما بمخرج اما بحل اما بصلح <applause> يعني شيء نحتاج الى سلام طيب دكتور انت الان هنا من يعمل في في جامعه تعز في كلية الطب في كلية الطب جامعة تعز رئيس الجامعة كلهم م. موجودين في كلية الطب هناك نائب للعميد في في كلية طب تعز يحمل تعز. ذات الرؤية أيضا وأشد يعمل دكتور منصور الخليدي نشكره ليل نهار مع الطلبه مع الدكاتره مع لا يكاد يفتح وهو من حمل الكليه حتى ان كنا مشغولين في الجراحه كل العمليات وفي قسم اب اب مدينه تقع تحت سيطره الحوثي صالح ولدينا الطلاب هناك يدرسون ونشرف عليهم ونصدر لهم النتائج ونتواصل الدكتور عبير الاغبري نائبه العميد القائمه بالمهام هؤلاء انا اشكرهم اراهم يعملون عمل مضاعف اكثر مني وليس هؤلاء الاسمين فقط تكلم عن ثمانين استاذ دكتور داخل الـ 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 الكليه كل هؤلاء يعملون ويدرسون الطلبه، الذي نقل لائب شكل برنامج ويشتغل بشكل قوي، والذي بقى في تعز يشتغل، لم تنقطع كليه الطب، 152 طبيب انا اعتبره نجاح، تخرج هذه السنه. تعرف 152 طبيب لا يقومون ب 500 جريح، بالاف الجرحى. صحيح. الان انا حين التخريج قلنا هذا هديتنا للمدينه. هؤلاء جاهزين، شغلوهم. قطاع الصحه بمكتبه، بوزارته، ادر المهام، عندك كادر. نحن زي النظام الموارد، نسلم لهم، كون انه لا يوجد لدينا مستشفى جامعي، ونادينا فيها سنة، وصلنا إلى طريق مسدود. كلية بدون مستشفى جامعي. ستصل إلى طريق مسدود. طيب بالمستشفيات التعليمية وننسق مع المدراء من أروع ما يكون، وهم يسمحون بالتدريب ومتعاونين بشكل قوي. يعني لكن هناك، يعني هذا الـ الـ الأمر يجري كله أثناء القصف، أثناء الحصار، أثناء أثناء كل شيء يعني. أنا أقول لك إنه شغلنا كيف يتم؟ هناك قصف، نقول القذيفة ستأتيك في البيت. او تاتيك وانت تدرس الطلاب. والله انا قناعتي اشرف لي وان ان ان ان, تاتي القذيفه وانا ادرس الطلاب في مهمه قويه. افضل ما تجي وانت في البيت. انا تاتينا وانا انا اخرج الساعه 2 الليل، 3 الليل، 5 الفجر. وامشي بسيارتي حتى يوم انا ما حد اسال واحد قد وقف قال يا اخي غير موجود طيب قال لي ممكن تحدث قذيفه شيء خاطئ اقول له وين انا اعمل عمليه المريض زملائي في الجراحه العامه في العظام هكذا يقول لك يا اخي نحن هذا هدف وهذا مشروع مدينه لن نتركها، لن نبقى موجودين، طيب في فريق اخر خارج البلد، هؤلاء يدعمونا يدعمون زملائهم، يشرفون في البحوث، يتساعدون من داخل اليمن ومن خارجها، تشكيل الفريق، الاستفاده من هذه الكوادر هو ما نقدمه هديه للجميع، انه بالامكان بالامكان ان تعملوا مثل هذه الاعمال لكل قسم، نحن نقول للماليه للشؤون، للمقاومه، للجيش، نعم اخلق مهنيه. اطلعوا يا قادة من خلالكم لنادي كل قادة الاحزاب. اطلع انسى هذا الكلام، هذا كلام كذا بالمعنى العامي فاضي، ما له معنى الان، هذا دمار شامل. الذي تمارسه الان دمار شامل، ما استحي منهم. انا طبيعتي ما استحي. حقيقة في امور الحق ما يمكنش. وان كان تربطنا بالجميع علاقة من اروع ما يكون. يا قادة المقاومة، سطرتم اشياء رائعة. سطرتم يعني ملاحم. أنا كل قادة المقاومة، يعني أفراد المقاومة قلت عمليات كنت سابقاً الوحيد، لأنصرنا أربعة. ما في فصيل إلا ونعمله له. ملاحم وبطولات، لا تدعوها تختم بهذا الشكل المزري عن طريق الفئوية، أنت ما تسمع كثير، عليك أن تبقى في داخلك لا. وتتحالف لأن الناس بكره ما بيقولش فصيل عن فصيل، بكره بيقول هذه الفئة. وفي الأخير اسعى لصلح، لسلام. خليك داخل المدينة. أنت نحن يمنيين. نحن نقول للناس كامل، صدقونا لا نقع لا نقع للاعلام، وهذه ممكن لو طولت فيها، لا تقعوا في هذه المشكله، لا لا تقف، حتى انا كلام مثلا يقول لك المخلوع مش عارف ايش، ما مش, مش صحيح خلص. اسعى ما بعده، اوكي انت اثبتت انه هذا الشخص الرئيس عبد الله صالح كرئيس سابق قد انتهى بناء على ابجدياتك كثوره وغيره، ثم ماذا؟ هل تجلس دائما تردد ترد ترد نفس الاسطوانه المشروخه؟ يا اخي هؤلاء المؤتمر الشعبي وشلته والغير وهؤلاء اصطلح مع الناس كله ستجد انه في فتره انت نحن الان نعاني كلنا كيمن في مؤتمر العلاقات اريد ب 10 ثواني كيف آه. يعني كلمتك الاخيره دكتور كلمتي الاخيره للناس الذين يعني اثلجوا الصدر والقلب والذين هم سبب النجاح في هذه التجربه البسيطه الطلاب استمروا الطلاب هم من يجبر المدرس على 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 التعليم هو من يحضر الصباح الطالب والطالبه هؤلاء استمروا على ما انتم عليه انتم في خير هذا نوع من الرقي نوع من الجهات وهذا حلنا اشكرك جزيل الشكر دكتور ابو ذر الجندي عميد كليه الطب جامعه تعز على تواجدك معنا اليوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي انا والزملاء منصور النقاش واسامه عادل وبقيه افراد الطاقم الفني الى اللقاء